موضوع آخر أيضا في سوريا وبالتحديد في قاعدة حميميم العسكرية. هذه القاعدة وبحسب الاتفاقية الروسية السورية في عام 2015 تعطي الحق للقوات العسكرية الروسية باستخدامها في كل وقت ومن دون أي مقابل ولأجل غير مسمى. استخدمت روسيا القاعدة لتنفيذ مهام قتالية ضد فصائل المعارضة السورية بعد مرور سنة على الوجود الروسي. أعلنت روسيا عزمها توسيع قاعدة حميميم بغرض تحويلها إلى قاعدة جوية عسكرية مجهزة بشكل كامل. تطورات عديدة طرأت على هذه القاعدة عسكرياً وحتى رمزيا، ليقوم الروس بإنشاء نصبا تذكارية لمقاتليهم الذين ماتوا خلال العمليات العسكرية في سوريا. لكن اليوم تشهد القاعدة الكشف عن نصب تذكاري لأحد أهم الرموز الروسية التاريخية. نتابع سويا من هو وكيف من خلال هذه المادة التي أعدها زملاؤنا في قسم نيو ميديا. تعليقات عديدة قابلت الموضوع بالاستهجان ووصف كل ما يجري بالاحتلال العلني. خلينا نشوف بعضا من هذه التعليقات عن قرب. معنا إبراهيم بيقول هذا أكثر من احتلال بل استيطان، والله هزلت. وعمر بسخرية بيقول أرضهم وهن أحرار يعملوا طقوس وتماثيل. وتعليق التالي من محمد هاني بيقول ما بكفينا الأصنام يلي عنا، جبلنا صنم روسي. ما بعرف إذا في تعليق آخر، يمكن هذا التعليق الأخير كان من محمد هاني. لهون مشاهدينا بنكون وصلنا لنهاية فقرة حكي ميديا.